ترشيح خليه عليهم الله يعافيك، ما دام ما هو بنتيجة نهائية ما يفيدنا بشيء. صحيح؟ ولكن الحلال كله قوي وكله متقارب، كله يعني الفوارق يعني ضئيلة جدا بينه. فيها فرديات لهن تاريخ ولهن مكانة في المزاينات ولهن ونحترمهن، كل يحترمهن فارضات بقوة، قوة زين وقوة منافسة وقوة جمال، ولكن ربما يجي شيء يعني ما نعلم حنا اشبوك تطلع نتيجة في 100%. اخوي سعيد لو ما يحصل تغيرات في الأمدار نعم. ما صار ما يجي تغيرات. نعم صحيح. انا بصراحة اتوقع يعني المسكة الرقم هذا اللي يمسك مكانه 4-5 سنين نعم. ترى جماهير تشوفنا، لكن لو صار فيه فهمت؟ نعم. وكل يحاول اذا صار فيه رجل ماسك منصب مثل ولا ناقه ماسكه مكانه، كل يحاول يغير هالمكانه الا كان ما يقدر. صحيح. نعم. لا بس احيانا كل يبي يغير المكانه بس ما احيانا ما تقدر. اي اقول لك مثل يعني خزامه لين ماتت ولطامه لين الحين اعتزلت. ففي حلال هو الذاير مثل الحين متصدره كم له؟ يعني من قبل 4 هنية وفزع الكويت 5 والظفرة 6 ومرقيبة 7 نعم 7 سنوات صحيح. 7 مرات صحيح. احنا ابو فالح والاخوان كلهم مثل ما يهمنا تحديد مركز الاول والثاني يهمنا برضه الخامس. نعم. ابو فالح انت حددت ان المركز الاول، قلت انا اشوف من وجهه نظري الشخصيه ان الذائر متصدره. انا حددت اي انا طيب حددت الخامس ابو فالح برضه يهمنا المركز الخامس. انا حددت طال عمرك توافق ابو علي وابو هلا وابو عمير؟ انا اوافقهم، ولكن لا بد الاختلاف، لا بد يصير فيه اختلاف طال عمرك، لان احنا ما دخلنا معها في شبوك. لو دخلنا في شبوك خلاص كل ما عاد لي عذر يتكلم، كل ابدا مجهوده وحسب انظره. والله يوفق الجميع. نعم طال عمرك. من ترشح ابو؟ والله اني انا ما ارشح شيء يعني واضح. انا اقول انا بسوي الذائر والثلاث رقوم اللي ذكرتها كل انت نفسن بعد انت الان رشحت لي ابو يعني ابو فالح رشحت لي 4 مراكز، باقي عندك مركز الخامس كم تنافس عليه؟ ما رشح عليه الخامس، ما رشح عليه الخامس، يتنافس على 6 فرديات اللي يعني كل الست اللي هنا اخر شيء اللي هنا اخر شيء ما بلولا نبغى رقم يا ابو فالح. لا انا خايف ابو فالح، انا خابرك ابو فالح عندك وضوح بس اليوم عندك تكتم في نبغى المركز الخامس. ما الخامس ابو علي وابو هلا ورشحونا الفرديه رقم ابو فالح معده اليوم 433 والاجابات ضبابيه اليوم الى 159 اللي هو فرديه محمد بن زايد. صحيح ابو هلا هذا ترشيحك إيه الخامس؟ احد لا انا ترشيحي لا ترشيحك الخامس لا سلامتك، انا ترشيحي الخامس كاتبه عندي عشان لو كذا غلطت انا اردك. طيب ما ترد عطنا الخامس من رشحك الخامس هذا هو مبخوت، هذا شو اسمه مبخوت عبد الله. اي مبخوت 433